ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر. أنا الشط اللي ضايع، أنا البحر الغريب، لقيني يا حياتي بهالطريق. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. أنا عطراف الغابة حامل رحيلي وشنطة غيابي وشوك الغدر علق اعتيابي، وجهك دليلي يهون عذابي. شفتك أنا حلمي بمنامي، كنت قدامي وخلفك ضبابي. لا تكوني هالدنيا وأحلاما توعدنا وياما تطلع كسابي. كوني العشق اللي والع، كوني الحب الصديق، لقيني يا حياتي بهالطريق. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. شفتي يا نادية؟ شفتي خوفه ولهفته عليها عاملين ازاي؟ هيتجنن علشانها بعد كل اللي عملته معاه، خايف عليها تخيلي؟ خلاص انت اهدي بس. هات ازاي؟ انا خلاص خسرت حسين، خسرته. هي دي كانت المعادلة الصعبة، عشان اكسب حسين لازم اكسب كرم، عشان خسرت كرم يعني خسرت حسين. مش قادر يغفر ليها ولا قادر يبص في وشي. خسرته يا نادية، خسرته. تسمعي نصيحتي، اسمك شغلك قرشك وبس، هما دول اللي هيبقولك. وحسين اسمك شغلك قرشك. توقعتك ما تجي اليوم، لغيت كل المواعيد. وليش ما بدي اجي؟ شو هيدي اول ليله؟ ما تطلع علي اجاهات. سوري مسيو وليد، ما قصدي. المهم عملت اللي قلت لك عليه؟ مسيو رائد نزل على المكتب وبظن عم يمدل تشيك. حلو. بس الهيئه
ما حيستسلم بسهولة. مين قال بدي يستسلم؟ لعبة بأولها بعد ما خلصت. يا ريت بس لو فيي افهمك بس شي نهار. مش لمصلحتك. جيبي لي الفايل اللي قلت لك عنه. حاضر. كثير طيبة لو. صحتين. ذكرتي من شوي اللي كان جوزي. عفوا إذا حبي تحكي أنا بسمع كثير منيح. ما في رجال بيحب يسمع وجع المرء. بيعملوا حالهم عم بيسمعوا. مش كل الرجال هيك. مش كلكم هيك؟ طبعا لا. مدي إيدي. طلعي فيهم منيح. مش كل صبيعك مثل بعض. بس كلهم موصولين بنفس الإيد، بنفس المطرح. مصرة. حبيته بجنون. وثقت فيه. مع إنه أنا كثير صعب أوثق بحدا. أعطيته كل شيء. يعني كنت المرة اللي بده هو إنه أنا أكونها. وكل ليلة حاسس إنه أنا مرة جديدة. كان بدي أبسطه. بس قلت له في شرط واحد. بترجيك ما تقتلني. بس واحد يخون الثقة يكون عم يقتلك. خاني؟ لأنه هي وحدة من هيدول. موجوع؟ مش لأنه خاني، بس لأنه كانت كتير قريبة لإلي. صديقة؟ يا ريت رابطي. بعدين شو رجع صار؟ بعدين فل معه. مش هيك بهالبساطة؟ اللي في رجال بيطلب إذن يترك مرته ويروح مع عشيقته؟ سوري اعتذر إني خليتك ترجعي تتذكر. بدك صراحة؟ ما في لحظة نسيت. يلي بيشوف ضحكتك امبارح ما بيقول إنك مخبية هالقد وراها وجع. هيدا أوجع ضحكة. هالضحكة اللي بتخبي وراها الإحساس. بس حدا ياخذ لك. بس ضحكتك حلوة. وانت يا صاحب المزرعة الكبيرة اللي عايش فيها مع اختك وجوزها، وين المرة اللي معبية معك هالمطرح الكبير؟ رجعي مدي ايديك. إذا هودي هن اللي بيخونوا فمرتي أبشع وحدة فيهم. ليش ما مات؟ حتى ما تقضي بقية عمرك بالحبس. من قال بوقتها رح يبقى عمر تقضيه بالحبس؟ مش عم بفهم عليك أنا. والله مش عم بفهم عليكي. امبارح اتفقنا انه نتصرف بعقل ونبقى حدك لحتى تخلص يا ماما القصة. شو عم بصير معك؟ ومين قال انه انا عم بفهم لحالي اصلا؟ ميت انا كثير تعبت. عم تتخيل اذا جهاد بيعرف شو ممكن يعمل؟ يا ريت بيعرف ويقتلني واخلص يا ريت. انا مش صدق خبره. طيب ما زلت بدك اياه يعرف لما خليتيني فل؟ لاني مقلقة فيك. خايفانة من النهار اللي رح يجي ورح تفل فيه وتتركني. بس انت كنت بتعرفي اني رح فل. من اول نهار دقينا فيه وانا بعرف انك رح تفل. والله شو اللي تغير؟ حبيتك وانا بعرف انه قلبك ما رح يكون الي. حبيت فيك صدقك ورجوليتك. كل شيء كنت مضيعته لقيته فيك. لهيك مضيعته لحالي وقت لك. إذا عن جد بتحبيني وبتحبيني
بدي اسمع منك بقى الحكي مرة تانية. اياد انا كتير خايفة. نشوف. من النهار يلي رح اوقع فيه وما لقيك موجود. هو قريب ما هيك؟ صورتك ونزل فيها بالشارع. هيدي كانت أول مرة يطلع لوحده. كنت مفكر إنه رح يرجع وقوم ليك. كفي ماما. لأول مرة. لأول مرة بتركو فيه لأنه كنت خايفة عليك. رحت لدورها كثير. إذا ضيعت أمي جيت مليته. ضيعتكم اثنينكم، رامي مات وهو حامل صورتك ببيته. اسمعوا بليز. خلص. ما بقى تخاف. راح اللي كنت تستعر منه قدام الناس وتخاف انهم يعرفوه انه هالمريض بيكون خيي. ما بعرف كيف سرقنا الوقت هيك. سوري اذا كنت عطلتك عن شغلك. بالعكس انا اللي ممنونتك انه اعطيتني من وقتك بالرغم انك حدا كثير مشغول. لا لا ابدا ما تقولي هيك. فعلا ما حسيت كيف قطعت وقت. عارف شغلة؟ بالرغم من انك انسان غامض حبيت حالة الثقة اللي خلقت بيناتنا. شو عرفك اني غامض؟ مجرد احساس. بعيونك في غموض واضح. صحيح ما قلتي لي مين هي صاحبتك اللي كنتي رايحة عندها وضيعتها؟ قلتي لي انه الفيلا تبعيتها قريبه من المزرعه تبعيتي. هلا انا كنت مضايعه بس هي نفس المنطقه يعني. شو اسمها؟ هل قد بهمك الموضوع؟ لا بركي جيران يعني. او طلعت انا كذاب؟ لا خلص ما بقى تقولي شيء. شكرا على زينة شاهين. صاحبتي اسمها زينة شاهين. الو
سجل هالاسم عندك زينة شريف. شوف لي إذا في عندها فيلا قريبة من الأزرق. إيه زينة شريف. باي. مبروك عليك يا باك، يبارك بعمرك. ما خليتني كفي الجملة. مبروك عليك الجولة الأولى بس. شو نحن بساحة حرب؟ كنا عم نتسلى. فإذا صار دوري هلا لأتسلى. حاسس كأنه عم تحضر لي شيء. عم حضر لك مفاجأة. جولة تاني، كون جاهز. أنا دايما جاهز. مثل الكشاف. دائما مستعد. قلي شو صار مشروع القرية السياحية؟ بهاليومين من وقع العقد ونبلش الشغل فورا. يا حبيبتي الفحوصات والتحاليل دي لازم تعمليهم في أقرب وقت، وأنا حنزل دلوقتي أجيب لك الدواء وأرجع أقوم. هو مين كلمك؟ حسام. حسام؟ آه أنا اللي كلمت بابي، كنت خايف عليكي قوي. يلا أنا هنزل أجيب لك الدواء وأجيب لك أكل عشان أنتي لازم تاكلي. ماشي؟ ماما ما تسيبنيش عشان خاطري. ما تخافيش يا حبيبتي، مش هسيبك. أنا يا دوب هنزل أجيب الدواء وأجيب الأكل وأرجع بسرعة. سلامتك يا حبيبتي. وانت كنت خايفة عليا؟ اه بابا قال لي راح اخبط على الجيران، مكنتش عارف اعمل ايه. هو بابا كمان كان خايف عليا؟ هو اللي كلم تيتا كريمة عشان تجيب معاها الدكتور. يا حبيبي انت عارف ان انا بحبك قوي. شغل جديد حلو. في حدا عم بيساعدني كرمال أسي شركة ميديا بالبلد. إن شاء الله ألف مبروك. ميرسي. بس أنا مش جاي لعندكم لتقولوا لي حلو مبروك، ولا جاي لخبركم. شو لكان؟ أنا جاي لعندكم لأنه ما بوثق بالكون بحدا غيركم. وشو المطلوب؟ بدي إياكم تشتغلوا معي. هيدي رح تكون أهم شركة ميديا بالبلد، ورح تنافس كتير شركات عربية. يلا يا رب. انتي قدها وقدود. بس لحالي ما رح كون قدها. مشان هيك انا بدي كاست قوي كتير يدعمني ووثق فيه. وانا بعرف انه اتنيناتكم عم بتدوروا على شغل. لا انا شخصيا ما بفهم ابدا بالميديا. انا ما بفهم غير بالسياحة بس. مش المطلوب منك خبرتين. رح نكون كلنا ايد وحدة ورح نفيد بعض. انا بدي رجال حد يدعمني. رجال اقدر اوثق فيه. وللمرة الألف بالكن أنا ما بوثق بحدا غيركن. شو قلتو؟ أنا ما عندي مشكلة. مثل العادة بيقولوا ما في حجوزات وبيفتحوا قبل بنص ساعة بس ليرفعوا سعر التكت. طيب ربا روحي على السفارة وأنا بنزل على المكتب بعد شوي. باي. أهلا وسهلا. تفضلي. خير صاير شي؟ جبت التحاليل. منيح. معناته صار فينا نروح على الدكتور ونحدد موعد العملية. حددتها. رحتي على الدكتور وحددتيها؟ وإمتى العملية؟ بعد بكرة. أف. بهالسرعة؟ خايفة؟ لا مو خايفة، هاي الكلمة أصلاً لغيتها من حياتي. بذمتك هذا وش وحدة عنده شي تخاف منه؟ ولا ضل شي تخاف عليه؟
صفصف، أنا بدي إياك هيك وما عندي مشكلة إذا ما عملت العملية وحكي الناس ما بهم. على فكرة يا ريت لو مرة واحدة بس بتكون صادق مع حالك ومعي، أبدا ما أنك مضطر تكذب. مين قال لك إنه أنا عم كذب؟ ما أنت يا أما عم تكذب يا أما شفقان، ويا محلى إنك تكون عم تكذب. أبو عبدو نعم. تطلعوا بالهرم على البيت، أي حدا فوق مربيها تتنفذ على طول، مفهوم؟ حاضر. ما تخرجش من باب البيت. حاضر حبيبتي، خلي ده معاكي. يا حسام معلش يا حبيبي، معرفش ارد عليك، عندي ظرف كده. خلاص خلاص انا في طريق المكتب. اوكي انا مستنيك هناك، مع السلامه. ليش لا؟ لاني ماني مرتاح. المخلوقه عم تقول انه رح تكون اهم شركه ميديا بالوطن العربي ورح تنافس كل الشركات، فليش لا؟ مزبوط، رح تنافس كل الشركات وبالاخص شركه طليقه جهاد. يعني واذا كان هيك هذا حقها عادي. صحيح حقها، خصوصي اني بعرف كيف بتفكر المرأة لما بتكون حابة تنتقم من جوزها. شو قصدك؟ قصدي واضح، هي فينا تعمل اللي بدها اياه، بس انا مالي مضطر اكون وسيلة وسخة من وسائل اللي بدها تنتقم فيها من جوزها. هلا انت يعني هيك قررت انه هذا السيناريو اللي رسمته براسك رح يصير؟ ليش هيك عم تحكم علينا المخلوقة؟ ما بعرف، مالي مرتاح لها. يه ليش، شو بتعرف عنها رح تكون مانك مرتاح لها؟ بعد كل شيء حكيتي لي اياه عنها وبتقولي لي شو بعرف عنها؟ ليش انا شو حكيت لك عنها تين؟ اساسا البنت شو ذنبها بالدنيا كلها غير انه حبت واحد وحبته بصدق واخلاص، وليك بالاخير هي الوحيده اللي دفعت الثمن، كلهم كبوها تركوها. الجوزة طلقها وراح حاف بالاخير اخته وجوز اخته. ما تنسي انه هاد اللي عم تحكي عنه كان اعز اصدقائك ايام الجامعه. علينا ماشي طيب اوكي مثل ما بدك، مو هذا موضوعنا، المهم انه نحن بحاجه شغل. مزبوط نحن بحاجه شغل، بس انا بقرر اذا كان هذا الشغل بيناسبني ولا ما بيناسبني. بس انا هذا الشغل مناسبني. شو قصدك؟ قصدي انه البنت رفيقتي، ما لها حدا غيري وانا ما رح اتركها، وانا كمان ما لي حدا غيري. سام يا جو سامحني، كان عندي ظروف مش مظبوطه الفتره اللي فاتت دي. ولا يهمك، بس قول لي خير ان شاء الله. يعني ظروف عائليه ما تشغلش بالك. خير يا سامي؟ بصراحه جو انا طلبت ان احنا نتقابل النهارده ونقعد لوحدينا لان في موضوع مهم جدا كنت عاوز اكلمك فيه. اتفضل. طبعا انت عارف ان اي مشروع فني لازم يبقى ليه اعداء، ده شيء طبيعي. يعني في ناس بتحبنا وفي ناس بتغير من اي نجاح ممكن نحققه حتى لو كانت تجربه ولسه ما طلعتش. ده امر طبيعي يا سام، بعد الناس كلها عارفه ان احنا بنعمل عمل ضخم عادي. بس احنا بقى اللي بيحاربنا عارف كويس قوي هو بيعمل ايه وقريب مننا جدا. ممكن توضح لي اكتر؟ فاكر يوم ما جت مرضى طليقتي يوم حفل توقيع العقد؟ يا طريقتك دي تتنسي؟ تعرف دمها خفيف بس موزيه. ما علينا، قعدت في المكتب 4 الفجر. كمل كمل. المهم انا من يوميها وانا قاعد بفكر هي عرفت مكاني منين؟ ده انا مغير نمره تليفوني وعنواني ومفيش حد في لبنان كلها يعرف مكاني غيرك، ومفيش حد يعرف ان انا في المكان ده وفي التوقيت ده هجيلك عشان نمضي العقد مع بعض. تعرف منين؟ من ستيفاني. نعم يا اخويا ستيفاني. ايوه ستيفاني. ستيفاني وميرفت يبقوا اصحاب من زمان جدا، انتيم وقريبين لبعض قوي وخلل زي بعض. انت متاكد من الكلام ده؟ هو ايه اللي متاكد؟ انا رحت لستيفاني امبارح. ورحت لها ليه؟ كان لازم اروح لها طبعا، كنت بحمي مراتي منها. ستيفاني
وصلت لفرح كمان. طب ازاي؟ زي الناس، وصلت لفرح ودخلت جوه بيتي وسحبت مراتي واقنعتها انها تكتب لها فيلم سينما جديد عشان توصل للحظه اللي انا اروح لها فيها. غريبه قوي. طب تفتكر يا حسام يا ريت تعمل كده؟ اقصد يعني عايزه توصل لايه بالظبط؟ عاوزاني اسيبكم واروح امضي معاها فيلم سينما جديد، تولع فيه بقى، تحرقه وتحطه في الدولاب، مش فارقه. اللي فارق معاها ان انت ما تعملش فيلم لياسمين. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا متاكد. يا جودي عرضت عليا ضعف المبلغ اللي انا ماضي بيه معاك، وكانت مجهزه العقد قدامها على الترابيزه وبكل شروطك يا استاذ حسام. يا بنت اللعيبة، وانت قلت لها يا فنان؟ هو ايه اللي قلت لها ايه؟ هو انا دلوقتي قاعد مع ستيفاني؟ ما انا قاعد معاك يا جو، وبيتهيالي ان وجودي معاك هنا اهوت واني بقول لك الكلام ده، ده احسن جواب لسؤالك. حسام سلامه ما بيغيرش كلام. العافية يا شباب. صار معك شيء؟ أنا سألت لك على فيلة هادية اللي اسمها زينة شاهين. شو طلع معنا؟ بيناتنا شارعين بس قريبة مننا. فيلا إلها؟ إيه إلها أستاذ. طيب شكرا. تأمرنا بشي تاني؟ لا لا الله يعطيك العافية. عافيك. اهلا وسهلا، تفضلي. ان شاء الله ما ضيعتي بالعنوان. لا ما بضيع، سهله. تفضلي تفضلي لهونيك. انا فضلت انه نلتقى هون لانه حسيت انه بتكوني مرتاحه اكثر. ما في مشكل، ما بيأثر. طيب طمنيني، شو الاخبار؟ بصراحه صار كثير اخبار، انا ما بعرف اذا منيحه ولا مش منيحه، بتهمك او لا، بس خبريني كل تفصيل. اقل ديتايب يهمني. اليوم في صبيه كانت بدها تقتله العماد. ليش؟ ما بعرف، فاتت على الاوضه شالت له ماكينه الاكسجين وخلص نامي، بدها تقتله ترتاح منه. شو عم تحكي انت؟ اصلا حسب الاشياء اللي سمعتها انه هي حامل منه، بدها تخلص منه من الولد يلي ببطنها، ختانه وجنه على الاخر. شو اسم البنت؟ رنا. بدك تشربي شيء؟
الو شو صدقتني؟ ليه عم تقولي هيك؟ ما تقلي لي عم تقولي هيك، بزعل منك ها؟ ليك انا ما بحب الحكي على التليفون، راح اسهر الليله، ما راح تخليني اسهر لوحدي ما هيك؟ لا الليله صعبه شوي لانه ما راح اقبل اعتذار. قلت لك ما راح اقبل اعتذار. خلص أيد عندك العنوان. اوكي عرفته. ايه عرفته. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. استني هالي هي لحد مكتبي من غير حراسه ولا بوديجارد. مو انا اللي بخاف جو. تفضلي. انت بدك تيش؟ القاعدة الأولى في الحرب بتقول إيه؟ إني ما فيش قواعد. دي جملتي. صح. بس حبيت ذكرك فيها. شاطرة. تلميذة شاطرة. مشان هيك بتخاف مني؟ من زمان ما شفتك تعبان كل هالقد يا روحي. مين اللي متعبك؟ بقول لك يا عمري، انت في يوم من الايام طلبتي انك تكملي لوحدك وانا وافقت. عايزه ايه مني؟ ما تسيبيني في حالي بقى، حلي عن سمايا وسيبيني اعيش حياتي زي ما انا عايز. على فكره انت اللي طلبت تشوفني مو انا. ودي حقيقه. ممكن اعرف ايه الحركه السخيفه اللي انت عملتيها دي؟ ايه اللي يخليكي تبعتي طريقه حسام سلامه لحفله العشاء اللي انا كنت عاملها؟ عشان ايه؟ عشان تعمل لي فضيحه؟ انا؟ أنا ما بعتت حدا. يا بت أنا التاريخ. قلتلك قبل كده 100 مرة لما تحبي تكذبي على جو يبقى خبي عيونك عشان الكذب بيبان فيهم. فكرت عندك شيء مهم تقوله. مهم؟ مهم زي إيه؟ إني ندمان وتعبت وعشان خاطري تعالي نبدأ تاني ونشتغل مع بعض زي زمان؟ لا يا روحي مش هيحصل. هيحصل. بس مو هلا لسه شوي. قل لي ليلة امبارح كانت كتير طويلة وصعبة عليك ما هيك يا روحي؟ كان في بنت عم تجرب تقتله لعماد اليوم واللي فهمته انها حامل منه وبدها تقتله وتقتل بيبي اللي ببطنه اسمها رنا. كنت عارفة إني مدق فيها. أنا سمعتها بدينتي بالحمامات. زواجهم كان كذبة. إياد مدق فيها لأنه بحبني. إياد مدق بمرة غيري. مش أوحش من الشعور ده. أنت مش قادر تبص لي حتى. صدقيني الموضوع مش كده خالص. أمال إيه؟
بتضغط عليا علشان انجح واكتب، ما قداميش غير سكه واحده ان انا اخسرك، مش كده؟ اكيد لا، انا ما اسمحلكيش اصلا انك تفكري فيا بالطريقه دي. انت فاكراني ايه؟ امال افكر ازاي وانا شايفك كل يوم بتبعد عني يا حسين، كل يوم بتبعد عني اكتر من اللي قبله. ببعد عشان تعبان، تعبان يا فرحه، مخنوق. مش ببعد عنك انت تحديدا، ببعد عن نفسي، عن كل حاجه حلوه حواليا. فرح انا محتاج فرصه عشان عشان ايه؟ سكت ليه؟ عشان تنسى اني في لحظه غضب قلت لك يا انا يا ابنك، مش كده؟ تعالى يا حسام بص لي هنا، انت لو خلاص مش قادر تتقبلني في حياتك انا ممكن انسحب منها نهائيا. تنسحبي؟ تنسحبي تروحي فين؟ ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده؟ طب اديني فرصه واحده، فرصه واحده بس وانا هرجع ابني اللي تحت، اوعدك. يا ريت، يا ريت يا فرح. يا ريت اللي تحت ينفع يتبني تاني. انا حاضر، حاضر يا ابني، انا بس محتاجه فرصه واحده منك، فرصه واحده ارجوك، ارجوك يا حسين. فرح انا مش عايزك تفكري في اي حاجه دلوقتي، انا عايزك تفكري في شغلك. ركزي في كتابتك، ركزي في شغلك يا فرحة، وسيبي أي حاجة تانية للأيام. الأيام كفيلة إنها تداوي أي حاجة. متقلقيش، كله خير. ممكن افهم تليفوني كان في ايدك بتعملي بيه ايه؟ ردي! تليفوني كان في ايدك بيعمل ايه؟ في ايه يا حسين؟ الزعق ليه؟ في ايه؟ اسأل اختك! في ايه يا نادية؟ صدقيني ما فيش، هو بس كنت بقى والله انا خارج لقيت الست اختك الهانم ماسكه تليفوني بتفتش والارقام والحاجه. صحيح الكلام ده يا نادية؟ لا طبعا مش صح. مش صح؟ هو انت عبيطه؟ بتكدبي في وشي؟ لا ما بكدبش، ممكن تهدى؟ انا كنت بكلم ماما على الفايبر، بس انت عارفه الشبكه وحشه قد ايه، وانا ما عنديش خط، يعني اقدر اتكلم فايبر بس. قالت لي هكلمك على تليفون فرح، وانا شفتك دخلتي تنامي وتليفونك معاكي، ولقيت تليفون حسام هنا نسي، قلت لها كلميلي على تليفون حسام. قالت لي ما عنديش النمره، قلت لها انا هعمل لك رنه. بس كده، بس كده. طيب ماشي، هاتي بقى التليفون اما اشوف الرنه اللي انت عملتيها لمامتك. هو انا لحقت؟ ده انا يا دوب مسكت التليفون لقيتك طبيت عليا. والله اما رميت التليفون من ايدك بمنتهى الرعب كده ليه لما شفتيني؟ ايه عزرائيل؟ مش عارفه، هو رد فعلي لا ارادي يعني. لا ارادي؟ لا ارادي.
لا إرادي. لا إرادي. كنت بتكلمي مين؟ هكون بكلم مين يعني؟ لو متضايقين مني قولولي، وأنا من بكرة أرجع مصر. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ وإيه العك اللي أنت بتعمليه ده؟ هو أنا ناقصاكي؟